بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما وعدناكم بالنسبة للفيديو اللي وعدتكم أنه أنزله، هذا الفيديو بخصوص تشغيل نظام الأندرويد على الآيفون 5. مثل ما تلاحظون أنا عندي آيفونين أمامي الآن، واحد منهم راح نشوفكم، هذا مثلا الأول، هذا الايفون اللي هو يشغل نظام الاي او اس، ويعني يوجد فيه التطبيقات المعروفة، طبعا احدها ام اكس تيوب اللي هو التطبيق الذي يمكن الحصول عليه من السيديا بعد ما تقومون بعملية الجيل بريك. طيب الان راح نشوفكم الايفون الذي يعمل بنظام الاندرويد. انا عامل له لوك، بس راح افتح اللوك. طيب الآن هذا الأندرويد يعمل على جهاز الآيفون 5. طبعا مثل ما نلاحظ هذه قائمة الأندرويد، طبعا هذا ليس بثيم، في بعض الناس ممكن يعتقدون أنه هو هذا ثيم، لا، هذا أندرويد حقيقي يعمل على جهاز الآيفون 5 مثل ما تشاهدون. طبعا أنا أرجو من كل من يشاهد الفيديو أن يشاهد الفيديو حتى النهاية، حتى لأن هناك بعض المعلومات راح نذكرها لاحقا ممكن تفيد الكثير من الأخوة. أنا راح أجرب أشغل لعبة، مثلا هذه اللعبة موجودة اللي عندهم أندرويد، طبعا يعرفون هذه اللعبة تكون موجودة بالأندرويد ماركت. طبعا هو النظام معدل، لذلك فيه مثلا الاسيستيف تاتش اللي هي لا زالت من ميزات الايفون، لكن موجوده لا زالت في الاندرويد. الان راح ناخذ مثال، انا راح ادخل على الصور ونحاول ناخذ مثلا من الصور، نحاول ناخذ من الصور وندخل على صوره من الصور. طيب نشوف وين الصور، الاعدادات، الصور هذه فوتوز، راح ناخذ بعض الصور اللي هي موجودة على نظام الاندرويد في هذا الجهاز. هذه بعض الصور الموجودة، طيب الآن إذا ضغطنا على الشاشة ثم مشاركة راح ممكن نعملها شير عن طريق البلوتوث أو المسجز. طبعا إذا البلوتوث الجهاز راح يشغل البلوتوث ويكتشف، الآن المفروض يكتشف الأجهزة إذا كانت في أجهزة قريبة من الآيفون مشغل فيها البلوتوث، لكن أنا الآن ما عندي أي جهاز مشغل فيه البلوتوث. فنرجع على الشاشة الرئيسية، طبعا الإعدادات راح تشبه إعدادات الآيفون لكن النظام أندرويد، مثل ما نشوف في حول الهاتف الجهاز مكتوب أنه الإصدار أندرويد. طيب الآن طبعا قبل ما أكمل الفيديو أنا راح يعني أعطيكم فد خبر راح يصعق الجميع مثل ما صعقني أنا أيضا. هذا الجهاز الذي في يدي أنا هو ليس آيفون 5، بل إنما هو تقليد من شركة محترفة جدا قلدت الآيفون 5 بشكل كبير جدا، بحيث الكواليتي، جودة الصنع، من حيث الزوايا، الانحناءات، سماكة الجهاز. الآن راح نبدي. أول شيء طبعا معلومة للجميع، الأندرويد مستحيل أنه ينزل على الآيفون، والأندرويد نظام يعني أنا شخصيا لا أحبذ استخدامه كثيرا، لكن الذي جذبني أنه أشتري هذا الجهاز، أولا سعره رخيص، هذا الجهاز الذي أمامكم سعره $150 فقط، يعني سعره لا شيء مقارنة بشخص يحب مثلا اقتناء الايفون او يحبه الى شكله ممكن يشتري.
إلى جانب الآن الآيفون الأصلي. طبعا مثل ما تشوفون، خلينا نقارن الآن. لو ركزتوا معي شوية شوية، لو ركزتوا راح تلاحظون أنه طبعا هو صعب جدا الملاحظة، العدسة أو الفريم اللي حوالين العدسة لونه شوية مختلف. أنا الآن إذا أدخل على الآيفون مثلا، شغلنا الكاميرا في الآيفون هنا، إذا شغلنا الكاميرا في الآيفون هذا الثاني، راح نلاحظ الاختلاف بالسيستم. طبعا لاحظت أيضا شغلة غريبة جدا، أنه الشاشة قابلة أنه يصير يكون فيها يعني تمسك آثار اليد بشكل كبير جدا مهما نظفتها. الآن راح نرجع الكاميرا، آسف. طيب مثل ما تلاحظون إذا أكبس، طبعا هذا الآيفون يجي مع كاميرا 5 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية VGA. أيضا إذا تلاحظون فوق هنا في 2 سنسرز، واحد اثنين، هذا مش واضح في الآيفون الأصلي. فهذا الشخص اللي يركز شوية يدقق ممكن يكتشف، وممكن ما يقع في خطأ أنه أحد مثلا يحاول يقنع أنه هذا آيفون أو ممكن يشتري. فأنا حبيت أيضا هذا الفيديو يكون نوع من التوعية للناس اللي حابين يشترون الآيفون، خصوصا أنه الجهاز ممكن يعني أنا شخصيا بالرغم من أنه يعني أنا أعرف في الآيفون وملكت كذا آيفون، لكن لو شخص جاء وعطاني هذا الجهاز أنا ممكن مباشرة يعني أشتري على أنه هو آيفون. طبعا أيضا أنا ما أتوقع لو أنه كثير واضح في الفيديو، لكن المخرج هو مخرج USB ميني وليس لايتنينج مثل ما عندنا في الآيفون 5 اللي هو على اليمين، اللي هو هذا الآيفون 5. طيب الآن إذا لخبطت أنا الآيفونات، 1 2 3 4، في حد ممكن يعرف أي واحد الآيفون 5 وأي واحد الآيفون 5 التقليد؟ طبعا صعب جدا. هذا الآيفون اللي هو طلع هذا الأصلي، أنا فكرت أنه هذا هو التقليد. عموما خلينا شوية أيضا ندخل إلى الجهاز ونشوف ميزات. حقيقة الشيء يعني خصوصا الأشخاص اللي يحبون الأندرويد ويحبون شكل الآيفون ممكن يشترون هذا الجهاز. هذا يجي مع إصدار جيلي بين 4.2.1. طبعا فيه GPS، فيه أي شيء موجود في الآيفون الثاني. أنا ما تعمقت لحد الآن في استخدامات ووظائف الجهاز. الجهاز يأتي فيه كثير من التطبيقات التي تكون باللغة الصينية، فإلى الآن أنا بالرغم من أنه القوائم عربية، لكن الجهاز يأتي مع قوائم، مع كثير من الخيارات التي تكون باللغة الصينية. مثلا الباسبوك إذا نضغط عليه يكون كله بالصيني، فالمفروض يعني يكون له تعريب، ويكون تعريبه أيضا سهل مو صعب، لأنه مثل ما نعرف الأندرويد نظام open source. لكن شيء جميل خصوصا بالنسبة للشخص مثلا إذا حب يقتني الأندرويد أو يستخدم الأندرويد لكن هو آيفوني متعصب مثلي أنا، فممكن يستفاد من هذا الجهاز عشان يقوم ببعض الاختبارات الأندرويدية ويشوف بعض نظام وميزات نظام أندرويد. وممكن أيضا يرسل بعض الملفات عن طريق البلوتوث، لأنه آيفون أصحاب الآيفون اللي ما عندهم جيل بريك عندهم مشكلة في يعني إرسال واستقبال ملفات البلوتوث، بالرغم من أنه أنا شخصيا لا أستخدم البلوتوث كثيرا وأعتبرها يعني فشيء يمكن يعني خلال سنة ينقرض، من خلال سنة من الآن ممكن كلها تكون وايرلس. والآن قاعدين نشوف الـ NFC تكنولوجي وباقي التكنولوجيز الموجودة بالسوق. ما أحب أطول عليكم أكثر، أتمنى إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ولكل من كان يتوقع أنه فعلا أنه الأندرويد ممكن ينزل على الآيفون، أقول له يعني ما في شيء مستحيل، ممكن قريبا أو ممكن مستقبلا أنه شخص يقوم ب يعني نقل نظام الأندرويد إلى الآيفون. لكن أنا بالنسبة لي شخصيا راح أبقى أستخدم نظام الآيفون، لأنه نظام الآيفون يعني أحس أنه أأمن وأكثر سلاسة بالاستخدام من نظام الأندرويد، بالرغم من أنه فيه بعض الأشياء التي لا تتواجد في نظام الآيفون، لكن أكيد كلها في حساب. وكل من يعني أنا حسب نظرتي الشخصية كل من مصلحة المستخدم، خصوصا مشكلة الفيروسات في متجر جوجل. شكرا.
عفوا، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.